وأكد الرئيس السيسي ضرورة جذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية، مشددا على ضرورة عمل أبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق. كما أشار الرئيس إلى أن إجمالي الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتوشكا يصل إلى 1 مليون فدان، بما يعادل المساحة المنزرعة في 3 محافظات. حجم المية اللي اتعملت على أساس المحطة، احنا حريصين على ان احنا في شغلنا اولا نستفيد منه كله، تمام، وثانيا نستفيد منه بزراعات بنظم ري حديثه وبزراعات حديثه. انا بقول لينا كلنا دلوقتي، احنا بنتكلم على الاقل في منطقه توشكا بنتكلم في حوالي 700 ألف فدان، وده اللي كان مستهدف. 750 ألف، مش كده؟ كان مستهدف لما الفكره اتعملت تمام في الثمانينات على ان توشكا تطلع 700 ألف فدان. ومهم قوي واحنا بنتكلم في النقطه دي نقول ايه، انتوا عارفين 700 ألف فدان دول يساوي 2 محافظه، ولا انا 700 ألف فدان يساوي 2 محافظه، يعني تقريبا 1 مليون فدان اللي احنا بنتكلم عليهم في شارع العوينات وفي توشكا، احنا بنتكلم على 3 محافظات. يتبقى حاجه، تمام، ازاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معانا هنا، او حتى عشان الكثافه السكانيه اللي تبقى موجوده تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت. احنا خلاص عملنا الجهد او المشوار الاصعب، خلاص بقينا النهارده قادرين على ان احنا في فرص عمل لحوالي 1 مليون فدان تقريبا، تمام، لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم اتصور ان العدد ده يزيد اكتر من كده. واحنا بالمناسبه حريصين على ان احنا في 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 هذا المجال كدوله ان احنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعيه.